في بداية الأمر بيختلف إزاي مفهوم بداية الحضارة بتبتدي. هل هي بتبتدي مع أول مظاهر زراعة ولا بتبتدي مع أول مظاهر بناء؟ ولا تكونش بتبتدي مع أول وقت الإنسان القديم بيستخدم فيه وبيصنع فيه معدات مصنوعة من المعادن؟ في الواقع أنا في وجهة نظري الحضارة بتبتدي لما بيكون عندنا مظهر لعظم إنسان اتكسر واتلحم بعد كده، لأن المعروف إن في قانون الغاب البقاء للأصلح أو البقاء للأقوى. فمعنى إن في عظم اتلحم ده يعني إن الإنسان ده لقى مراعاة طبية تنقذه من الأهوال اللي كان هيشوفها في قانون الغاب. في نفس الوقت الإنسان المصري القديم أو الإنسان عامة كان عنده كونسبت إن هو عايز يقول أنا موجود. فالكونسبت ده كان بيقدر إن هو ينفذه لما يبني مبنى شكل معين. في بعض الأحيان ممكن يكون بيت عشان يعيش فيه، وطبيعي طبعاً في بداية الأمر البيوت كانت بتبقى مصنوعة من المواد اللي هي بتهلك بسرعة، ما بتبقاش مستديمة زي مثلاً أغصان الشجر، الطين، الطوب اللبن في حالتنا هنا في مصر. لكن الحاجة اللي هو قرر إن هو يوثق بيها وجوده هي المعابد والمقابر الخاصة بيه عشان يقدر يبعث في العالم الآخر ويوصل للمكان اللي هيعيش فيه دائماً ويقول بيه أنا كنت موجود. في الواقع التاريخ المصري القديم عندنا بيبتدي من سنة 3000 قبل الميلاد تقريبا، وبيبتدي بتوحيد مصر مملكة الشمال ومملكة الجنوب على ايد الملك نرمر. بعد كده بيظهر عندنا اول بناء حجري في التاريخ الانساني كله، كان هو هرم الملك زوسر، واللي صممه كان المهندس امحاطب. ما كانش في البداية في النية ان الهرم يكون مبني بالشكل الهرمي. في البداية لما تم بناؤه بنوا في البداية مربع من الطوب، وبعد كده قرر المحاطب ان هو يعليه ويحط فوقيه 4 درجات كمان، بعد كده زودوا درجتين كمان واصبح الهرم المدرج بيتكون من 6 درجات واول بناء حجري في التاريخ كله. بعد كده بنوصل لشكل من اشكال البناء اللي بعد كده بتكون هي هرم الملك حوني اللي موجود في منطقة اسمها ميدوم. الباحثين كانوا زمان بيعتقدوا ان الهرم اللي موجود في منطقة ميدوم ده كان خاص بالملك سنفرو والد خوفو، لكن في الواقع هو اللي ابتداه كان الملك حوني واكمله بعد وفاته الملك سنفرو. من هنا بدأ المصري القديم ان هو يفكر انه بدل ما يعمل البناء في شكل مدرج ان هو يبنيه بشكل هرمي واضح. بعد كده بننتقل للملك سنفرو شخصيا. الملك سنفرو هو والد الملك خوفو. سنفرو في الواقع أول هرم بناه كان في منطقة دهشور، دي قريبة من سقارة شوية. الهرم ده من أغرب الأهرامات اللي موجودة في مصر، اسمه الهرم المكسور لأن الهرم ده زاويته من تحت حوالي 54 درجة ثم بعد كده بتتقفل من فوق بتبقى 43 درجة. قد يكون ده راجع لأن اللي كانوا بيبنوا الهرم ده حاجة من الاثنين حصلت، يا إما في البداية كانوا لقوا إن ارتفاع الهرم هيبقى عالي بشكل مبالغ فيه فعشان كده كسروا بالزاوية بتاعته، يا إما حصل ظرف خلاهم إن هم اضطروهم يخلصوا البناء في أسرع وقت. بعد كده جنوب المنطقة اللي مبني فيها الهرم المكسور بنى سنفرو الهرم الأحمر وتسمى بالاسم ده لأن الأحجار اللي هو مبني بيها باللون الأحمر. ودلوقتي بنوصل للمعجزة المعمارية اللي لحد النهاردة ملاقيها تفسير ازاي البلد هرم الملك خوفو من الأسرة الرابعة. هرم الملك خوفو تقريبا مساحته 13 فدان، وهي مساحة عملاقة جدا بالمناسبة، والأحجار اللي استخدموها في بناء الهرم ده حوالي 2,300,000 حجر، وده بيكفي ان احنا نبني مدينة تستوعب 120,000 شخص. لكن الشيء المثير للاهتمام ان صاحب اكبر هرم واكبر بناء كان بيعتبر من عجائب الدنيا السبعة هو صاحب أصغر تمثال موجود في التاريخ المصري القديم. تمثال الملك خوفو طول حوالي 7 سنتيمتر ونص. بيقال إن الأهرامات اللي هي موجودة في الجيزة الثلاث أهرامات خوفو وخفرع ومنكورع بالتوازي على الأرض أو في محاذاة مع حزام نجمي اسمه حزام الجبار. لكن اتعملت بعض الأبحاث عملها بعض العلماء، مفيش حاجة لغاية دلوقتي تقدر تقول لنا إن فعلا الكلام ده مظبوط، لكن اللي إحنا متأكدين منه إن هرم خوفو المدخل بتاعه فيه مدخل خارج من حجرة الدفن بتاعته
متوجه ناحية نجم اسمه النجم القطبي أو نجم الشعرة اليمنية. النجم ده كان المصريين القدماء بيعتقدوا إن أرواح الملوك بتروح عنده بعد وفاتهم. وبنلاقي كمان نفس الكونسبت ده متكرر في المجمع الجنزي للملك زوسر. بنلاحظ إن هو كمان عنده سرداب، السرداب ده جواه فيه تمثال، والسرداب فيه فتحتين مكان العينين عشان خاطر يبص ناحية النجم ده. بنشوف دلوقتي مع بعض الملك خفرع. الملك خفرع التمثال المشهور بتاعه موجود على العشرة جنيه، لكن في الواقع الملك خفرع التمثال بتاعه اللي بيعتبر من أجمل التحف الفنية اللي اتعملت في التاريخ المصري القديم مصنوع من حجر صلب جدا اسمه الدايرايت. الدايرايت ده من أكتر الأحجار الصلبة اللي موجودة على كوكب الأرض، لكن الفنان المصري القديم قدر إن هو يسخر الحجر ده ويعمل منه تمثال يبقى مصقول بشكل جيد جدا وتفاصيل واضحة. كمان بالإضافة إلى إن خفرع هو صاحب تمثال أبو الهول اللي موجود في جبانة الجيزة قدام الثلاث أهرامات، وبيعتقدوا إن هو اللي بيحمي الجبنة. نوصل لعصر الأسرة الخمسة وبيبقى عندنا هرم لملك اسمه أونيس. أونيس الهرم بتاعه لما بنشوفه من بره بيبان شوية كأنه كومة من التراب محطوطة على بعضها، لكن في الواقع ده هرم ومن جواه في حجرات. هرم أونيس بيعتبر مميز جدا لأنه أول هرم اتذكر فيه نصوص الأهرام أو متون الأهرام. متون الأهرام دي عبارة عن نصوص بتساعد الملك في إن هو يمشي في الرحلة بتاعته في العالم الآخر عشان يوصل لحياة الأبدية. هيفضل موضوع نصوص الأهرام ده مستمر لمدة طويلة لغاية أهرامات الأسرة السادسة. لكن للأسف مع كل ما إمبراطورية بتبقى مزدهرة بيجي وقت في الأوقات وبتنهار فيه. حصل إن في جالنا عصر الانتقال الأول، حصل فيه حالة جفاف في مصر وقلت مية النيل، فبالطبيعي قلت الزراعة، فالناس ما بقوش لاقيين حاجة ياكلوها وبقى الوضع صعب للمعيشة. فبيقال إن من حالة الهلع اللي كانت في مصر إن في 70 ملك حكموا لمدة 70 يوم، يعني تقريبا ملك كل 70 يوم، وده سبب إن الدولة تنهار لوقت ما لغاية لما هيجي ملك اسمه منتحاطب الثاني. منتحاطب الثاني هو بيعتبر زي الملك مينا، إن هو هيوحد تاني الأرضين وهيرجع مصر فيها نظام تاني. بالمناسبة الملك منتحاطب الثاني هو أول واحد بنى معبد مدرج في التاريخ المصري القديم موجود في منطقة الدير البحري في البر الغربي بالظبط جنب المعبد بتاع حتشبسوت. بنشوف دلوقتي هيجي لنا بعض الملوك التانيين. هيبقى عندنا الملك سينوسيرت الثاني. سينوسيرت الثاني بنى سد اسمه سد اللاهون. سد اللاهون ده موجود في الفيوم. السد ده هو عمله عشان يبقى فيه فائض للميه عشان خاطر يزرعوا في الاقليم بتاع الفيوم، لان هو اقليم خصب جدا وممكن يتزرع فيه. بعد كده هيبقى عندنا حاجات شويه شبه قناه السويس اللي موجوده حاليا. في الواقع هي فكره قناه السويس دي مستوحاه من الافكار المصريه شويه. عندنا بعد كده الملك سينوسيرت الثالث. احنا كده دخلنا في المملكه الوسطى. سينوسيرت الثالث جات له فكره ان هو يقرر بحفر قناه بتمتد من الدلتا لغايه البحر الاحمر عشان يبقى في طريق بحري بيمد ما بين المكان ده والمكان ده. ثم بعد كده بيجي الملك أمنمحات الثاني. أمنمحات الثاني عمل برضه قناة. القناة دي موجودة المرة دي بتوصل ما بين النيل وبتوصل ما بين الفيوم، بتصب في النهاية في مكان اسمه بحر يوسف اللي هو بحيرة قارون حاليا. وكل ده برضه بهدف إن احنا نمد المنطقة برضه بالمية بهدف الزراعة. طيب محدش سأل نفسه قبل كده ازاي المصريين القدماء كانوا بيعملوا التماثيل الضخمة دي جدا وبيدلوها؟ السؤال ده دايما بيخلي الناس تدخل في جزء شوية من اللخبطة، اللي هما ما يبقوش عارفين هل هما كانوا فعلا عمالقة ولا كان هما عندهم قوات خارقة ولا هما ايه بالظبط. في الواقع المصريين القدماء كانوا ناس طبيعية جدا زينا زيهم. عندنا فيه منظر من مقبرة خاصة بحاكم الإقليم رقم 15 في مصر الوسطى اسمه جحوتي نخت. جحوتي نخت المقبرة بتاعته دي فيها منظر لنقل تمثال ضخم جدا ازاي كان بيتعمل. في الواقع كان التمثال بيتحط على حاجة عاملة شبه الزلاجة او شبه الحاجات اللي هي السلاجز اللي هي بتزحلق شوية، وبيبقى في مجموعة من البشر قدام او مجموعة من الناس العمال قدام بيشدوا التماثيل دي بالاضافة لمجموعة تانية موجودة ورا التمثال عشان تزوق التمثال ده. بعد كده هيحصل برضو عصر انهيار تاني. كان في ملكه، اخر ملكه حكمت في عصر المملكه الوسطى اسمها سوبك نفرو. سوبك نفرو لما حكمت ما كانش ليها اي وريث اولي عهد يجي بعدها.
فبعد وفاتها برضو هيرجع تاني، هيحصل فيه حالة من الهلع شوية في المملكة المصرية. الوقت ده حصل بالتزامن مع دخول بعض القبائل الأسيوية اللي اسمها الإكسوس. الإكسوس دخلوا واحتلوا الدلتا، بقوا قاعدين في شمال مصر، وكانوا هما بيتشبهوا بالمصريين، وهم كانوا الهدف بتاعهم إن هما يحكموا مصر كاملة. في الواقع في نفس الوقت ده وبالتزامن مع الوقت بتاع حكم الإكسوس، كان في أسرة في طيبة اللي هي بداية أو أواخر الأسرة ال17 بالمعنى الأصح. دي كان فيها الملك سقنن رع اللي هو والد أحمس. سقنن رع قرر إن هو هيطلع ويحارب الإكسوس عشان خاطر يرجع مصر تاني، لكن للأسف استشهد وهو في الحرب بتاعته وما قدرش إن هو يكمل. وبعد كده تلاقي إنه الملك كانوس اللي هو أخو أحمس الكبير، وبرضه للأسف فشل في إن هو يقدر يهزم الإكسوس ويطلعهم بره مصر. لكن اللي النصر كان حليفه فعلا هو أحمس، قدر إن هو يطلع بتشجيع من والدته إن هو يطرد الهكسوس بره مصر ويطلعهم بره الحدود تماما. وبكده بنعلم بداية الأسرة ال18 في مصر اللي هي الدولة الحديثة أو الإمبراطورية العظمى اللي بتعتبر الازدهار بتاع مصر. بيالي الملك أحمس، بعد كده بيالي ملك اسمه أمنحتب الأول. أمنحتب الأول هو بيعتبر أول ملك بنى مقبرة في وادي الملوك. طبعا مقابر وادي الملوك بتعتبر شكل مختلف من العمارة الجنازية في مصر، لأن هم كانوا حسوا إن المقابر بتاعتهم منكشفة بشكل ما، وده كان بيعرضها للسرقة والنهب في وقت من الأوقات، فبدأوا إن هم يخبوا المقابر بتاعتهم بشكل أكتر، وبقوا بيحفروها وبيحطوها في أماكن مستخفية. فقرر أمنحتب الأول إن هو يحفر المقبرة بتاعته في جبل في غرب الأقصر في البر الغربي اسمه القرنة. المقبرة جديد بالذكر بتاعت أمنحتب الأول كان طولها تقريبا حوالي 101 متر في عمق الجبل جوه. بعد كده بتجيلنا تقريبا أشهر ملكة في التاريخ المصري القديم كله، حتشبسوت. على فكرة هي مش أول ملكة حكمت، في ملكات تانيين سبقوها، لكن هي حكمها وهي شخصيا بتعتبر مشهورة لأن فترة حكمها بتعتبر فترة سلام داخلي وخارجي في البلاد. وفي الوقت ده ازدهرت التجارة ما بين المملكة المصرية وما بين الدول القريبة، زي على سبيل المثال التجارة مع بلاد بوت اللي هي بتعتبر أثيوبيا تقريبا أو الصومال. في بعض العلماء بيختلفوا هي فين بالضبط بلاد بوت، بس هما بيقولوا إن هي قد تكون الصومال أو منطقة أثيوبيا. من أبرز الحاجات اللي ظهرت عند حتشبسوت بالمناسبة هي الأسماك اللي كانت موجودة في البحر الأحمر. هم صوروا الرحلة بتاعتهم ووثقوها بشكل ضخم جدا، صوروا وصول البعثة لبلاد بوت، صوروهم وهم كمان بينحروا، وصوروا المية اللي تحت المراكب بتصور فيها الأسماك بمختلف أنواعها، والأسماك دي موجودة حتى الآن في البحر الأحمر. بعد كده بيجي حتشبسوت المسلة الناقصة أو المسلة المقصورة. لو حد زار أسوان قبل كده وراح هيشوف في مسلة في محاجر الجرانيت نفسها محفورة بس مقصورة من النص. بيعتقد إن المسلة الناقصة دي بترجع لعصر حتشبسوت، لأن حتشبسوت كانت بتحب إن هي تعمل مسلات كتير. إزاي كانت المسلة بتتعمل؟ ده برضو كان شيء من الأسئلة اللي كانت بتراود الناس اللي بتفكر في التاريخ المصري القديم. كان الفنان المصري أو النحات بيجي بيرسم شكل المسلة في المحجر، وبعد كده بيبتدي يفتح فتحات في داخل المحجر ويحط فيها أوتاد من الخشب. بعد ما بيعمل كده بيبتدي يصب على الأوتاد دي مية، وبيستمر الوضع ده لوقت من الأوقات لغاية لما الأوتاد دي هتبتدي تكبر، لغاية لما هتطلع المسلة من مكانها وهيسفلوها بعد كده ويقعوها ويحطوها في المكان اللي هم عايزينه. فالمسلة الناقصة أو المسلة المكسورة دي أكبر دليل إن هم كانوا بيحاولوا فعلا، وفي الواقع المسلات اللي موجودة في الأقصر وفي كل مكان في مصر بتثبت قد إيه هم برعوا فعلا في إن هم يعملوها. بنوصل دلوقتي لعصر الملك تحتمس الثالث اللي هو جه بعد حتشبسوت. تحتمس الثالث كان في وزير في عصره اسمه رخمي رع. رخمي رع في مقبرته في منظر جميل جدا بيوضح قد إيه الناس دي كانت بتشتغل فعلا، وبيوضح لنا كمان السر بتاع ازاي كانوا بيشتغلوا على التماثيل العملاقه والتماثيل الكبيره. فبنشوف المنظر فيه تمثال ضخم وفي سقالات مرفوعه حواليه والعمال واقفين على السقالات دي بيسقلوا وبيزينوا التمثال. وبعد كده بننتقل لعصر الملك أمنحتب الثالث اللي بنى معبد الاقصر اللي شفنا فيه من كام شهر موكب اللي اتعمل بمناسبه افتتاح طريق الكباش. كان المصري القديم من أهم المعتقدات بتاعته إن هو يوثق كل حاجة كانت بتحصل.
فعلى حيطان وجدران معبد الأقصر هو وثق ازاي الاحتفاليه بتاعه عيد الأبط اللي هو شفنا الموكب بتاعه كان بيتعمل ازاي، واظن احنا شفناه تقريبا بنفس الشكل اللي مرسوم على الحوائط نفسها. بنوصل للملك رمسيس الثاني وبتشوف اجمل معجزه معماريه حصلت في التاريخ كلها، معابد ابو سمبل. هما معبدين مش معبد واحد بالمناسبه. معابد ابو سمبل موجوده بعد اسوان في جنوب اسوان بالقرب من الحدود المصريه السودانيه. رمسيس الثاني عملهم هناك عشان يثبت نفوذه وسيطرته على المنطقه دي. المعبد ده منحوت بالكامل في الجبل، وبنلاحظ التماثيل قد ايه شكلها واضح. لكن لما بدا بناء السد العالي حصل مشكله، ان بدات بحيره ناصر تتكون ورا السد، وده كان بيهدد معبد ابو سمبل بان هي تغرق في المياه. فمن هنا مصر اطلقت نداء عالمي مع اليونسكو عشان خاطر ننقذ معابد ابو سمبل، وبالفعل تم نقلها وتقطيعها وتم تركيبها ووضع يعني حط لكل قطعه رقم عشان خاطر تترفع في نفس مكانها بالظبط فوق الجبل بنفس الاحداثيات وبنفس المقاييس تماما. ونجحوا فعلا ان هم يعملوا المشروع ده سنه 1968. وجدير بالذكر ان دايما الناس بتقول ان فبراير وفي اكتوبر بيحصل تعامد للشمس على وجه رمسيس في معبد ابو سمبل. الناس بتقول ان ده عيد تتويجه وعيد ميلاده. دي معلومه خاطئه، هو في الواقع اللي بيحصل ان الشمس بتتعامد على وجه رمسيس في بدايه مواسم الزراعه كاحتفالا بان ده نفس برضو المعتقد بتاع البعث والخلود، كاحتفال بان هنبتدي نزرع تاني. بننهي الكلام بتاعنا برضو بحاجه من المعجزات المعماريه، اللي ازاي المصري القديم كان بيبني الابراج العاليه اللي هي اسمها البايلنز اللي كانت موجوده في مقدمات المعابد زي معبد الاقصر ومعبد الكرنك. في عندنا مثال واضح جدا في معبد الكرنك في البوابه الاولى ليه بترجع لعصر ملك اسمه نكتنبو الاول، ده مؤسس الاسره الثلاثين اللي هي اخر اسره حكمت مصر. ورا الابراج دي في الاخر في زي رامب موضوع معمول او زي مطلعايه معموله من الطين، فكانوا هم بيحطوا الطين ورا البرج عشان يقدروا يعملوا بيها عشان خاطر يوصلوا يبنوا الاجزاء العليا. جديد بالذكر الكونسبت بتاع الممر الصاعد ده اللي اتعمل برضه تم تنفيذه في بناء الهرم الاكبر. كانوا بيبتدوا يحطوا بالقواعد تحت وبعد كده بيبنوا حواليها ممر عشان يقدروا يسحبوا عليه الاحجار الثقيله، ودي كان بيوصل وزنها تقريبا ما بين 8 طن و 15 طن. فكانوا بيسحبوها بالتيران، كانوا بيجيبوا التيران وبيربطوا الاحجار بيها وبيحطوا الواح خشب على الارض مستديره ويرموا ميه على الارض ويبتدوا يشدوها عشان خاطر يطلعوا بيها ويلفوا حوالين الهرم ويكملوا البناء. مصر القديمه مليانه معجزات كتير، ودايما دايما ما يضرش ان احنا ندور ونعرف، فعشان كده دايما لازم ندور ورق التاريخ ونتحرى الدقه في المعلومات بتاعتنا. ميرسي جدا ليكم.